عبد القادر وجمان سافرا من أجل العثور على حسان الذي كان قد ذهب من أجل إبعاد أخيه عن الأعداء. وقد كانت الرحلة من أخطر الرحلات على الاثنين، لأن الأعداء كانوا يتعقبونهما. يبدو أننا تخلصنا منهم. كم أنت شجاع، لكن يجب أن أعالج جرحك الآن. أهلا بكم في هذا الاجتماع الذي عقد لإعلان تضامننا مع السلطات. والآن أيها الأصدقاء، علينا أن نوجه من هنا تحياتنا لهم. نحن معهم. لقد جاءت السلطة من أجل تخليصنا من الغرباء، وجلبوا معهم الماء والخبز. جاءوا ليسرقوا ما تبقى من الماء. هذا نزول، لندخل. إن الرائحة التي تنبعث من هنا كريهة كريهة. هل تعملين هنا؟ حسنا، نحن نزلاء جدد. هل يوجد عندك دواء؟ نريد أن نستعمل القليل منه لو سمحت. يد عبد، أقصد يد هذا الرجل المصابة. نعم، دعيني أتكلم. آسفة جدا. رجل وفتاة وببغاء يريدون البقاء هنا ليلة واحدة. عبد القادر، التسعيرة غالية جدا، نريد النوم فقط. يا لها من امرأة رائعة. لم أعرف أنك عاطفي هكذا من قبل. بالطبع لم أشاهد امرأة بمثل جمالها، لكنك أجمل منها بكثير. شكرا. ماذا؟ هل معادون للسلطات حولنا؟ نعم. لما لم تحضر الاجتماع المنعقد في البلدة؟ لأنني لا أريد ذلك. ولماذا أنت وحدك هنا في هذا المكان؟ أريد أن أكون وحيدة. شكرا، لا أريد. إنك تبدين مكتئبة جدا وحزينة، لماذا؟ الكآبة تعم المكان. أنا أعتقد أن النساء هنا من أجمل النساء. لا
لقد هام العديد من الشعراء بالنساء الجميلات. لو كنت شاعرة أو فنانة، هل كنت ستخلدين اسمك في التاريخ؟ ها؟ هل تعزفين على البيانو؟ ليس كل من يمتلك بيانو يعزف عليه. توقف. أنت سيدة غريبة، أنا أحب العزف. المفاصل بالية والغطاء ساقط، حتى لو عزفت عليه لحظة قصيرة. إذا كان مكسورا فلما لا تصلحينه؟ هذا ليس من شأنك. ثقب رصاصة؟ ها؟ أنت في البيت، أنا لا، أنا زعيم القرية. ماذا تريد؟ إنني أبحث عن اثنين من أعداء السلطة، إنهما رجل وفتاة. أنا آسف، ألا تفتحين الباب؟ طبعا لا أتوقع منك المساعدة. عبد القادر، ماذا حدث؟ ربما توجب علينا الهرب من هنا، لذا يجب أن نكون جاهزين. أحدهما موسيقي ويدعى عبد القادر جميل. إنهما من أعدائنا، وليس من مصلحتك التستر عليهما. إنهما في الأعلى. إذن فلقد هربا، لكنهما لم يبتعدا كثيرا عن هنا. سنكون بخير لو بقينا بهذا المكان. يقال إن النار لا تنير قاعدتها، ولذا لا أعتقد أنهم سيفتشون هذا المكان. هذا لطف كبير منك أن تأتي إلى هنا. هل تريدين بيعنا للأعداء مرة أخرى؟ أخرجا من هنا، هيا أخرجا. يا له من حظ سيء. للأسف لم نعثر عليهما. أعتقد أن من الأفضل أن نعاود البحث مع طلوع الفجر، وسوف أخبر أصدقائنا في القرية المجاورة عنهما هذه الليلة. يبدو أنكما جاسوسان. لا أظن أنهم سيعودون. لقد قلت إنني لم أتوقع منك شيئا، لكن ليس من واجبك كصاحبة لهذا الفندق أن تؤمني السلامة لضيوفك. هل تريد مني أن أكذب؟ اتركها. أريد أن أسألك سؤالا حول الجانب الإنساني فقط. لماذا تصرفت وكأنك تحاولين بيعنا؟ عرفت الآن، فقط لأنك تريدين ذلك. أنت تذهبين لأنك تريدين ذلك، تأكلين لأنك تريدين ذلك. أنا لا أحب هذا النوع من الأفكار السائدة. ألا يمكنك التصرف وفق مبادئ ثابتة يا سيدتي؟ لا تتحدث معي بهذه اللهجة، فأذناي سليمتان. حسنا، لكن ما هو غير الطبيعي في شخصيتك؟ أنسة نهلة. جمان، أرجوك لا تتدخلي في هذا الأمر إطلاقا. عليكم. هل تريد أن تشرب؟
أعتقد أن الأنسة نهلة كانت تبكي، وأعتقد لسبب ما أنها مرت بظروف صعبة. ألا تستطيع أن تفعل شيئا من أجلها؟ لا، كل ما سنقوله لها سيذهب دون جدوى، لا أحد سواها يشفي جرح قلبها. هذا صحيح. Non tocchi quel piano! Le ho detto di non toccarlo, è chiaro! Io sono un musicista e quando vedo uno strumento rotto lo riparo, o perlomeno cerco di farlo. Leon! كما تعلم النجوم جميلة، لم أشعر هكذا منذ فترة. إذن لم يبق لنا أعداء هنا. صاحب الفندق كان آخر الذين قاوموا وقتل برصاصة خلال المعركة التي جرت أخيرا، وهذا وضع مريح جدا لنا كما تعلم. Thank you.
فعلا؟ من أين حصلت على الدراجة؟ لقد سرقتها، لا لأنني أريد ذلك، لكنني سأساعدكما الآن. هيا اصعدا بسرعة. كنا سنقبض عليهما، سنلحق بهم على هذه الدراجة آنا. أمسكا بالدراجات جيدا، إنني أقودها للمرة الأولى. للمرة الأولى؟ انتبهي، إنك تقودين بتهور. أعتقد أننا سنموت بحادث السير، ومع ذلك فإنني أشكرك. أسرعي أكثر وإلا فإنهم سيقبضون علينا. ماذا؟ هل جرحك يؤلم؟ لا، سأحاول تلاشي الألم الآن. أظن أنني أصبت. Oh.